صباح الخير ماجي، صباح الخير لكل المشاهدين. يوم تمرتنا رح تكون كارديو، رح نشتغل أنا وياكم كارديو بنفس الوقت حنكون عم نشغل لور بودي، يعني عم نشتغل على عضلات الأذرة. رح كون عم بلش أنا وياكم هيك بإكسرسايز بسيط، حأعمل ليج كيرل بهالشكل. حاولوا تعملوا هيك كيكس، توصلوا كيك تبعكم قد ما فيكم. نعمل 20 مرة، حرك ايدينا، نحمي حالنا. بعد 4 3 2 1 حنرجع ننتقل للاكسرسايز الثاني. رح نعمل سكوات، بعدنا عم نشتغل سمبل اكسرسايزز لنحمي حالنا. اكيد انتم فيكم تعيدوا هيدي الاكسرسايزز لثلاث سيتس لتحموا مضبوط، ترجعوا تبلشوا بالتمارين الاساسيه. نشتغل بعد 4 مرات، 3 2 1. نريح شوي، ناخذ نفس، اكزيل اوت. رح ننتقل لاول اكسرسايز، رح كون عم بشتغل سكوات، شفل تو ذا سايد، مره ثانيه تو ذا سايد، نيز اب. 1 2 داون، كمان داون، نيه أب، مرة، اثنين، ثلاثة، أب، أب، ديبر، كمان، داون، داون، كمان نيه أب، بعد مرتين، أب، أب، آخر مرة، نيه أب، نيه أب، ننزل دقات القلب شوي، ناخذ نفس، اكسهيل أوت. تمام، نشرب مي إذا بدنا، ننتقل سوا للإكسرسايز التالي. رح كون عم بشتغل تابس بهالشكل، دايما ظهري جالس. رح اشتغل ورا بعض، 2 3 4، كمان 3 4، آخر مرتين، آخر مرة، ريح شوي. رح أعمل كومبينيشن مع هذا الإكسرسايز، رح كون عم بشتغل سكوات تاب تاب، سكوات تاب، كمان داون، كمان آخر مرة داون. ننزل دقة القلب، نريح شوي. Roll your shoulders. ثالث اكسرسايز رح نشتغله، رح كون عم بعمل جامب سكوات، رح أعمل كيكس 4 مرات لورا. Ready, let's go. Squat. 3 4. 3 4. Down. Let's go. Come in. Jump. آخر مرة. 1 2 3 4. ننزل دقات القلب. نريح شوي. Roll your shoulders. كمان مرة. خد نفس. كانت تمرينة كارديو، يعني عم نعلي دقات القلب، عم نحرق أكثر شيء طاقة فينا، وعم نركز على عضلات الإذرة. رح أذكركم كثير بسرعة بالتمارين. اشتغلنا أول إكسرسايز داون داون، ني أب. ثاني إكسرسايز كان بهالشكل وجمعناه مع السكوات. ثالث ميجر اكسرسايز كان جامب اند كيكس. كل اكسرسايز من هول اكسرسايزز فينا نعيدهم تقريبا 4 جولات، هيك بنكون عملنا 15 مينت اوف كارديو بنفس الوقت عم نشتغل لور بادي. هذا كان كل شيء لليوم، بتمنى لكم نهار حلو.
وبشوفكم بتمارين جديدة بكرة. بنرجع سوا هلأ لعند معي.